You have reached Atheist Republic voicemails. God may not be listening to you, but the citizens of the Atheist Republic are. Leave us a voicemail on atheistrepublic.com for a chance to have your message broadcast to our followers worldwide. Send us your opinions, stories, advice, or concerns. Together, we'll build a platform for atheist voices all around the globe. Hi everyone, my name is Pierre-Baptiste Lemay-Jepitard and I'm from Montreal in Quebec. I just listened to Armin Nababi passage and the podcast of Alex O'Connor. And I was very moved by all he had to say on the subject of atheism and how he left Islam. And maybe it's naive of me, but I wanted to maybe give a little bit of hope to some of you. In Quebec, we mainly got rid of dogmatic Christians like 50 years ago. And for my part, I'm a third generation atheist. My girlfriend is one too. And this does give me hope that in maybe a not so distant future, we will have a hard time remembering the last person in our family that was actually a theist. And it does give me hope that my children will be atheists too, and that we will soon enough live in a society where religion just does not exist as it exists now. So thank you for all your work. I've had it easy since all my family nearly is atheist, and I never really had to be confronted by those dogmas and those stupidities, religions. But yeah, that was my message. I hope more and more people use reason to understand how absurd those concepts are, and that we can get to have a better life and a better society. Thank you again for your work. Good luck. Hello, Atheistic Republic. I will not mention my name now, for safety reasons. I have a problem. I prefer to express it in Arabic. It's my mother language. أنا نشأت في مصر عندي 39 سنة. في عمر 21 في سنة 2007 تم اعتقالي لأسباب أني كنت إسلامي، خلفيتي إسلامية، ودخلت المعتقل أواخر 2007. خرجت 2008 في أوائل 2008 فترة اعتقالي 4 شهور. خسرت سنة من عمري في الوقت ده، ما دخلتش الامتحان للترم في أو نصف العام في المعهد اللي كنت بدرس فيه. بعد ما خلصت الجامعة أو المعهد، يعني عامة الجامعة أو المعهد في مصر بيطلق عليها نفس الاسم، تخرجت وحبيت إن أنا أسافر. سافرت زي ما أي حد بيسافر، وطلعت الفيزا ورحت عشان أنا أركب الطيارة. لقيتهم وقفوني الأجهزة الأمنية وقالوا لي أنت اللي مسافر وبتعمل إيه وهتعمل إيه؟ أنا مسافر على عمل للسعودية، مفيش أي حاجة. عطلوني عن السفر وقفوني في المطار وضيعوا علي السفر والطيارة ورجعوني البيت تاني. قالوا لي راجع الفرع الأمني اللي انت تابع ليه. رجعت الفرع الأمني، فهموني ان انا مش هقدر اسافر في اي حتة غير بإذنهم، وقالوا لي حاول تاني تروح تحجز وتروح تاني. طبعا انا يعني ساعتها كنت يعني فقد الأمل، بس قلت حاول اشوف. فروحت قالوا لي خلاص روح وعدي وانت هنعديك. فالرسالة اللي وصلت لي منهم انهم بيقولوا انت مش هتقدر تروح في اي مكان غير بأمر مننا يعني. فانا سافرت للسعودية وقعدت فيها. نزلت فترة ما بعد الثورة، قعدت فترة وبعدين رجعت تاني، ولكن انا خايف ارجع تاني لان انا
تحت رحمتهم يقدروا ما يسفرونيش ويقدروا يلفقوا لي تهم. وأنا فترة اعتقالي دي أنا واجهت فيها صعاب كتيرة وفيها تعذيب، وأي حد وقت التعذيب بيعترف على أي حاجة حتى لو مش عاملها. وفي يعني مش تعذيب سهل، يعني كهربا في الأعضاء الحساسة، وممكن توصل للاغتصاب الجسدي، وده حاجة أصلا يعني أنا لو قدامي أعترف قدامي التعذيب لا أعترف على أي حاجة. فأنا مش هحط نفسي تحت رحمتهم ولا هنزل عندهم. فأنا جلست هنا في السعودية اللي أنا قاعد فيها حوالي داخل في 11 سنة، من 2013 أنا موجود. ولكن أنا يعني هنا تغيرت قناعاتي من إسلامي لديني، وبرضه أنا خايف على نفسي لأن زوجتي يعني رافضة الموضوع، وبتعلم عيالي الدروس الدينية والقرآن، وده أنا شايف إنه جريمة في حق طفولتهم، لأنهم يعني بيتعمل لهم غسيل مخ حاليا. المفروض يبقى في حرية اختيار ليهم وما يتلقنهمش هم يقولوا إيه، يعني يعتقدوا إيه، يفهموا إيه. فدي أكبر مشكلة عندي مع مشكلتي في السلامة، أتمنى تساعدوني وتقفوا جنبي في الموضوع ده وتشوفوا لي حل الموضوع. أطفالي، أنا عن نفسي أنا مش خايف على أي حاجة غير على أطفالي، يعني مش عايزهم يعني يعتقدوا حاجات ممكن بعد كده يعني توديهم لسكة السكة الغلط اللي أنا رحت فيها من فترة. وأنا شايف إن التدين اللي بيدخل في النوع السلفي بيبقى نهايته الإرهاب والكلام اللي هو بيودي في داهية يعني. ولكن أنا حابب إن عيالي يبقى عندهم حرية الاختيار وحرية الاعتقاد، ما يكونش مفروض عليهم حاجة. شكرا. Hello, I am Heji from Algeria, 20 years old. I've been an atheist for 4 years and I'm really struggling here. Algeria is a Muslim country and I can't be openly free. Ramadan is approaching and I will be forced to fast or eat in secret. It's a tough life. I am lonely here. Okay. I need your help. I want to migrate from this country and be the first Algerian atheist to collaborate with you. I want to talk. I want to write, okay, about religion, about Islam, okay. So I found your group when I searched in YouTube about asylum for atheists, okay. Please consider supporting us by sharing the podcast with your fellow heathens or donating by going to atheistrepublic.com and clicking on support. Subscribe to Atheist Republic voicemails on iTunes, Stitcher, or your favorite podcast app. And please leave us a review.